أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة. ربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.72 من 100 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 59% ليغلق عند مستوى 11596 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة. للمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال الأستاذ كريم عبد العزيز. أستاذ كريم، في البداية رؤيتك لأداء البورصة خلال اليوم. طبعا النهاردة احنا شفنا صعود جماعي جميع المؤشرات زي ما حضرتك ذكرتي. طبعا ده مصحوب بالعرض اللي اتقدم من بنك القرضي للاستحواذ على سهم المجموعه الماليه ايرلس بنسبه 51%. العرض طبعا لسه احنا في مرحله الديو ديليجنس او مرحله الفحص النافي للجهاله اللي هيعمله البنك للمجموعه الماليه ايرلس، فده طبعا كله اثر بشكل ايجابي على السوق. بالاضافه لو خدنا نظره عامه بقى على المؤشر الرئيسي للسوق اللي هو الاي جي اكس 30، فاحنا قربنا من مستوى 11500 نقطه. نعم. وده بنلاقي عنده دعم كويس، بيظهر عند المستوى ده مشتري قوي حتى لو مستويات الاسعار مرتفعه الى حد ما. نعم أستاذ كريم، أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك، وأيضا القطاعات التي تراجعت. قطاع الخدمات المالية طبعا بقيادة سهم المجموعة المالية إيرمس هو أكثر قطاع صعد النهاردة، شفنا نسبة صعود كبيرة فيه. القطاع ده من أول السنة وهو متماسك بشكل كويس جدا، بيحقق ارباح كويسه على جميع النشاطات المختلفه او الانشطه المختلفه بتاعته. لو اتكلمنا عن القطاعات اللي اثرت سلبا النهارده، هنلاقي قطاع الاغذيه والمشروبات بيتاثر بشكل سلبي، وده امر طبيعي بيحصل في الفتره دي من السنه علشان ما بيبقاش فيه ما بيشهدش نشاطات كبيره، يعني زي قرب شهر رمضان بنلاقي فيه نشاط اكبر من كده. نعم، اشكرك جزيل الشكر خبير اسواق المال كريم عبد العزيز، شكرا جزيلا استاذ كريم على هذه المشاركه.